قال تعالى في كتابه الكريم: أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. البرق وهي الآيات التي فيها هداية للناس، يفترض أنهم يستضيئون بها ويستنيرون، ولكنهم عمي بصرهم عن رؤية الفوائد والمنافع والهدايات التي في الآيات، فخافوا منها أن تخطف أبصارهم. وكما قال القائل: إن أهل العقل وأهل الفضل يفرحوا بالنور، فالنور ليس كالظلمات، إلا الخفافيش فإنها تأنس بالظلمة. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه. فهم يخشون من البرق خشية، يخشون من الآيات البينات النيرات التي توضح لهم الطريق وتبين لهم العاقبة الطيبة إذا هم سلكوه.